Hello guys, welcome back to my channel. I'm always happy to connect with you guys. If this is your first time on my channel, you are highly welcome. So like, subscribe and leave your comment below. Today I have a wonderful and amazing personality with me, and he goes by the name AJ. Oh, thanks for coming, though. I really appreciate having you. Yeah, so guys, today we're checking out another Quranic recitation, Surah al Zumar, the truth. So without wasting your time, let's just dive into it. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم وكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Okay. That's right, the recitation. Okay, just a couple of questions. When I was reading, I read where they're talking about when the trumpet blows, the like people will be brought to for judgment and all that. Yes, it's part of Christianity in the Bible that on judgment day people will come. Everybody will accounted for his sins. Okay. Yes. The dead will be brought back to life and be judged, or that. Now, everything here is correct, but it's one thing. Do you people believe in rapture? Rapture in the sense like like the second coming of Christ. Yeah, just we Muslims believe Jesus will be coming back. Yes, no, for what? Sure. Yes, but for what? For what, like as in? Like when Jesus, we Christians, we believe if Jesus comes back, if Christ comes back, he's coming to take the Christians. Like the believers at the moment, you come and take them, while the unbelievers and the people that are not holy or righteous at the moment will remain on earth for about 1,000 years.
Okay, so like our own is kind of different. In our own way, what I read is like when he comes back, he will come, and during the time we believe there is a guy who called the Mahdi, that will, like, you know, the Antichrist will come before Christ. The Antichrist, we call it Dajjal. This way you call it Antichrist, we call it Dajjal, the liar. He is full of deception. He have one eye. The prophet described how he is. Okay, so when he comes, he will be leading the people astray, and the Mahdi will come to like fight him, to like gain righteousness, the for me, for the world, to like the monotheistic submission to God, Islam, to like take over. So then Jesus will come and help to like fight him. And the hadiths would are like, Jesus is the one that will kill the Dajjal, the one you call Antichrist. It's the same thing, and he will bring peace to the world. Yeah, but as the same monotheistic, not like the way you people see him as Christ, God, or some people see it as Lord and something like that. He's just him as a normal person, just bring that thing, you get me? So yeah, any other questions? Okay, so in this Antichrist, you said they described him. Did they like say anything about the mark of the beast, anything like that? You know, you have some people they call Gog and Yajuj, or Majuj, like they are kind of like a beast and stuff like that. They are all like the people, the end times, the people that will come, and you know there are signs, major and minor signs that will come before the end of the day of judgment, before the coming of the day of judgment. So like we have those Yajuj and Majuj, like plenty of them, they'll be destroying the world in any way. When they come, they'll drink the whole water, bro, just one time. Like you see like famine and hardship will be for like the believers and all of that. So that's it. So what else do you learn from the video? I learned a couple of things, but the most important is that I learned about the power of God. Like the power of God is beyond mankind. The only thing we understand, to be honest, all what I read here, just thinking about it deeply, we know that it's just like the surface level, what we know about God. Okay. But we don't know God. Like God, we don't actually know his full ears, the deeper. Like his power. Yes, all this. And seeing what I saw here, I said that, yeah, God is really powerful. It's not something that, he's not someone that you play with. We play with at all. It's not someone that anyone is meant to play with. Everyone is meant to believe in him. Everyone is meant to respect and worship him. But the way, and I also saw that he's a merciful God, and honestly, he is, because there's this saying that if men were God, that there would be no man alive. Because if God decides to follow us up on the way we're actually living, I don't think there will be any man on this planet or Earth, this planet Earth will even exist. Because, wow, God is really great and merciful. That one is really true. Yeah, it really got me when he was talking about the people, the denial and what they go through, going to hell and what they face. Like, the message came to them, they didn't accept the message and all of that. What will happen to them when they enter hell? And talking about the people that will enter heaven that believe in him and all of that, the good tidings and all of that. What the part that got me, he said, like, if a man exceed his soul, like commit law of sin, never lose hope in asking for the mercy of God and Allah. And that really caught me, because like a lot of people, the mistake we do is like, we commit sins, no one will tell you they are perfect. But the mistake you ever do is to like feel like, if you ask God for forgiveness, God won't forgive you. That means Satan has won, seriously. So you need to ask for forgiveness. And when you ask for forgiveness, God will forgive you totally. And that's it, and you make the right things, and he will, you know, when you are open to like, be closer to God, God will guide you to be closer to him. That's it. So that's it. It's really nice. He's powerful and he's the most merciful as well. I like the conversation. It was really nice, like, you know, and all of that. So thanks for coming, Darryl. Yeah, sure. It's my pleasure. So guys, we've come to the end of this reaction. Thanks for watching. Like, subscribe, and leave your comment below. Stay blessed.